هذه المجالس تكون رديفة ومساعدة للمحافظ في إداء مهماته الوطنية وخاصة الخدمات والبناء والقوانين. إذن فالمطلوب الكل تشارك مشاركة فعالة في الانتخابات من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب من أجل الواجب الوطني والواجب الشرعي في بناء الدولة العراقية. الانتخابات شيء ضروري وإيجابي بالنسبة لل يعني للمواطن وللبلد عموما. الانتخابات من خلال مجالس المحافظات ممكن انه المواطن يكون اقرب حلقة توصل الى توصل صوته للحكومة، تلبي مطالبه، ما يحتاجه من خدمات، راح تكون تشرف على بالنسبة الى بغداد تشرف على عمل امانة بغداد وعلى اداء المحافظ، وبالمحافظات ايضا على اداء البلديات والمحافظ، و بالتالي يكون أكثر تقديم خدمة للمواطن.